بنصبح عليكم مرة تانية، وخلينا نروح لحقولنا في بر مصر، والمزارعين في كافة المحافظات بدأوا بالفعل في حصاد محصول البطاطس. البطاطس يا جماعة تعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، واللي بيتم كمان تصديرها وبيتم زراعتها طوال العام، سواء في العروة الشتوية أو العروة الصيفية أو العروة الخريفية أيضا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية انطلاق موسم حصاد البطاطس وتصديرها كمان للخارج. كمية المحصول الموسم الموجود دلوقتي تمام ولا مش تمام؟ معانا على التليفون الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين والمستمعين. دكتورة، البطاطس واحد من المحاصيل المهمة اللي بنستخدمها في بيوتنا بشكل يومي، محصول الموسم ده عامل ايه؟ طمنينا على الانتاجية بتاعت الأراضي الزراعية. لا الحمد لله، حضرتك البطاطس طبعا زي ما حضرتك أشرت ان هو محاصيل الاستراتيجية المهمة، وده بيخش يعتبر ثاني محصول على المستوى التصديري. يعني أول حاجة بيبقى عندك الموالح، والمحصول البطاطس بيجي على المستوى الثاني في التصدير. طبعا هو المحصول بيتمتع ان هو جوده عاليه جدا، وبالتالي هو مرغوب في كل الاسواق الخارجيه. بالنسبه للمساحات المزروعه، يمكن انا بتكلم على الجزء الخاص بالتصدير، لان احنا المشروع بيهتم او هو الاساس بتاعه ان هو بيتابع كل المناطق الخاليه اللي هي مخصصه للتصدير. فطبعا السنة دي طبعا المساحات كويسة جدا، المساحات المزروعة يمكن أكثر من السنة اللي فاتت، وده بيدل على إن فيها هيبقى الإنتاجية عالية عن مقارنة بالسنة اللي فاتت. فدي حاجة كويسة يعني حضرتك، وطبعا الجودة بتاعته بتبقى كويسة. يعني لو قلنا مثلا الإنتاجية أو متوسط الإنتاجية ما بتبقى ما بين 15 ل 20 طن الفدان، وطبعا ممكن بتزيد على حسب طبعا درجة الاعتناء المزارع بالأرض بتاعته. فالإنتاجية الحمد لله كويسة جدا، المساحات المزروعة كويسة جدا، ما فيش فيها أي مشاكل. عندك بالنسبة للتصدير طبعا أنت يعني الموسم اللي فات، لو اتكلمنا عن الموسم اللي فات، موسم 22-23 احنا تخطينا يعني المليون، يعني مليون طن كان حضرتك كان تم فحصه. التصدير قرب برضو على المليون، ودي لو شفت الارقام دي ارقام ما اتحققتش قبل كده. يعني اقصى حاجه في السنوات اللي فاتت، يعني لما كنا بنصدر 350-450 بقينا 600,000 بقينا 700. كون ان احنا نوصل لرقم المليون دوت، يعني دي كانت طفره ما حصلتش قبل كده. فالرقم بيبقى له معنى. فانت لو حبيت تحلل الرقم دوت، بتقول ده يدل على ان انت عندك انتاج وفي عندك مساحات كويسه جدا مزروعه في في جميع انحاء الجمهوريه، عندك انتاجيه عاليه. صحيح. عندك اسواق بتستوعب الكميات دي. طب دكتوره، يعني احنا عارفين ان الدوله المصريه عندها جهود كبيره جدا فيما يتعلق ب يعني العمل على زيادة الجودة فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية، سواء من التقاوي، سواء من توفر الأسواق، سواء من الأشياء كتير. لما الدولة يبقى عندها مشروع زي مشروع مكافحة العفن البني للبطاطس، المشروع ده بيعمل إيه؟ بيواجه إيه علشان نوصل لرقم المليون اللي حضرتك قلتيه؟ بص حضرتك، المشروع دوت تم انشاؤه من سنة 74، وهو مخصص ان هو حضرتك بيتابع المناطق الخالية. يعني هو مسؤول عن تأسيس وصيانة المناطق الخالية والزراعات داخل المناطق الخالية، لان زي ما حضرتك عارف ان التصدير ما بيتمش من اي حتة في الجمهورية، ده لازم يبقى في مناطق معينة بنكون متأكدين انها خالية من مرض العفن البني للبطاطس، لان العامل المحدد لتصدير البطاطس بره الاسواق في جميع الاسواق الخارجيه ان يكون خالي من مرض العفن البني. زي ما حضرتك عارف ان في بعض الامراض بيبقى فيها نسب معينه ممكن يبقى مسموح بيها، اما بالنسبه للعفن البني وده يمكن هو ده اللي بيرجع الاهميه بتاعته، ان هو لابد ان يكون زيرو من العفن البني، مش موجود بيه اي نسبه عشان يتم التصدير. عشان يتم التصدير لجميع الدول للخارج، يعني سواء كانت دول. واحنا وصلنا لفين في المشروع ده؟ ما عندناش اي محاصيل فيها الكلام ده، ولا لسه في حاجات احنا بنكافحها او بنعمل على لا بص حضرتك، هو المشروع خاص بالبطاطس، يعني حضرتك هو كله قائم على مفهوم محصول محصول البطاطس. ما انا بتكلم على محصول البطاطس، وصلنا لفين فيه في القصه دي؟ تمام.
فهو حضرتك طبعا احنا من التأسيس والصيانة ومتابعة الزراعات والحصاد وكل ده حضرتك بيتم تحت اشراف مشروعنا في البن البطاطس. كمان حضرتك المناطق الخالية احنا يعني قبل كل موسم تصديري بيتم حضرتك ان احنا بنعمل حاجة اسمها كتاب البيست فري اريا، والكتاب ده طبعا هو ده اللي بيروح للاتحاد الاوروبي قبل موسم التصدير علشان يبقوا عارفين كمية المزارع او المساحات اللي عندك والمزارع والبيفوتات اللي داخله في المزارع اللي هي هيتم التصدير منها. طبعا المشروع من اهم برضو حضرتك كل التقاول اللي بتبقى داخله البلد لابد انها بتعدي على المشروع، كل تقاول البطاطس اللي داخله البلد بتعدي على المشروع عشان يتاكد انها خاليه من مرض العفه البني والعفه الحلقي، لان طبعا العفه الحلقي مش موجود في مصر، وبالتالي لابد ان التقاول اللي جايه تبقى تتاكد انها خاليه من المرض دوت علشان ما تنشرش المرض ده في البلد. طبعا كل بطاطس المائدة بقى اللي خارجة للتصدير لابد انها تعدي على مشروع العفة البني البطاطس عشان نتأكد انها خالية من هذا المرض، والشحنات بتاعتك تسافر ما يبقاش عندك اي مشاكل في هذا الامر. بشكرك الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصرة ومكافحة العفن البني في البطاطس.